يعني حاجات ظواهر بتحصل في المجتمع. طب تعالى نروح لظاهرة تانية، مثلا ايه؟ شبابنا المغرم بالجيم والمغرم بكمال الأجسام، في حقن منتشرة كده بتعمل نمو للعضلات، بتزود الكتلة العضلية، بتطرد أو تقلل الكتلة الدهنية على مدار العمر، أو استمرار تعاطي مثل هذه الحقن بيحصل في مشاكل كبيرة جدا. يعني احنا بنطلق تحذير من المصرف دي لخطورة مثل هذه الحقن. عدد كبير جدا من شبابنا اللي غاوي يعني ممارسة يعني لعب كمال الأجسام، أو إنه عايز يقوي عضلاته، بيلجأ لمثل هذه الحقن. خطورتها شديدة جدا زي ما هيوضحها لنا أستاذ الدكتور محمد علي عز العرب، أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد. مساء الخير دكتور محمد. مساء الخير يا أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. حقن هرمون النمو بتعمل إيه وأضرارها إيه؟ والله يعني الموضوع ده خطير جدا يا أستاذ محمد، ويعني موضوع قديم ومتجدد، وللأسف هيبقى برضه لسه بكرة برضه، طول ما يبقى فيه يعني بعض الناس اللي هم بيعملوا دعاية لمثل هذه الحقن الخطيرة جدا جدا. الحقن دي من ناحية طبية لها يعني دواعي استخدام، دواعي استخدام بشروط معينة وتحت إشراف أخصائيين وأستشاريين غدد صباع. الناس اللي عندهم نقص في النمو، الأطفال حتى سن معين يتم إعطائهم هذه الحقن، واخد حضرتك يا أستاذ محمد؟ نعم. إذن الحقن دي لا ده استخدام، ولكن ده استخدام ضيق جدا جدا، ولا يستخدم في كمال الأجسام لعدة أسباب. أولا لما نيجي نشوف الأضرار بتاعتها، حضرتك بتاخد هرمون خارجي فبيأثر على الإفراز الطبيعي للهرمونات بتاعت الجسم، دي رقم واحد. فالناس اللي بياخدوها دول علشان تزود كم العضلات وكمية العضلات، بالعكس هتأدي، عايز أقول يعني بعض الآثار الجانبية الخطيرة، غير مسألة الزيادة العدوانية والحاجات دي كلها بتأدي مشاكل خطيرة جدا عضلة القلب، بتؤدي لنمو عضلة القلب بشكل غير طبيعي، فده بيؤدي إلى بعد فترة من الاستخدام إلى هبوط في عضلة القلب واحتشاء قلبي خطير، دي رقم واحد. رقم اثنين، يعني عايز أقول حتى بالنسبة للشباب، من الممكن أن يحصل ضمور في الخصية، ممكن يحصل في عايز أقول زيادة في حجم الأعضاء الداخلية. يعني لما بلاقي عضلة مثلا الكبد، نلاقي بالنسبه لاعضاء داخليه. طب كاستاذ للكبد، مش الحاجات دي بتؤثر على الكبد نفسه؟ طبعا طبعا، الكبد عضو هام جدا. لما تزود له حجم الكبد وبيقلل النشاط، وانا عايز اقول يؤدي الى اختلال وظيفي، دي هام جدا. في نقط كثيره جدا يا استاذ محمد. طيب انا في المقابل شاب وعاوز برضو اعمل كمال اجسام او كده، هل في حاجات طبيعيه او حاجات تنصح جداً بيها؟ جدا جدا. اولا انا عايز اقول المكونات العاديه في الاكل الطبيعي دي اهم جدا. انا دلوقتي بروح لاخصائي التغذيه اللي انا بتعامل معاه في الجيم ويكون دارس وعلى علم، بيحط، يبقى لازم انت تتعامل مع شخص دارس، ما يبقاش واحد هاوي كده يقول لك خد الحبايه دي وما تخافش. يعني لا لا لا، ده علم يا دي وليست كورسات. يعني احنا بنشوف للاسف الشديد الناس بياخدوا كورسات ويعملوا بقى دعايه في الوسائل في الميديا وكده، لا غلط طبعا. الموضوع لازم لابد ان هو بيتم دراسه باول ان هذا الشخص يحتاج لعدد جرامات معينه من البروتين او الكيراتين بتاع العضلات، ده يؤخذ بطريقه معينه تحت الشرط الطبي. واهم حاجه يا استاذ، مش ان انا اجيبها من الجيم ولا اجيبها من مصادر مجهوله. يعني لابد اي شيء بينجاب من اولا من الصيدليات اللي هو المكان الاوحد لتداول المكملات او الادويه. خليني اقول ان وزاره الصحه اصدرت يعني تنبيهات هامه بمنع تداول المكملات الغذائيه عشوائيا، واخد حضرتك؟ حتى بالنسبه للتسجيل في دلوقتي في شروط يعني مفصله وتحكم هذا الموضوع. فلازم اي شيء يا استاذ محمد يكون تحت الشرط الطبي،
والحقن، حقن صحيح بلس طبعا. هرمون بصراحه بتبقى مؤذيه تعرف جدا جدا. اي شباب ولا عيال صغيره داخلين جيم، تعالى يا ابني وهكبر لك العضله، لا 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 والدنيا لا، ده بتبوظ خطر، للاسف. خطر جدا جدا، خطر دعني جدا. اشكرك دكتور محمد علي عز العافيه يا فندم. العرب استاذ الكبد.